السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمناكم كلكم تكونوا بخير وعلى الف خير. صباح الخير. دابا حنا راه تقريبا دابا شحال 8 ونص. دابا حنا في طريق الخميسات باش نمشي عند نزار للزياره. حنا غادي نشادين الطريق ان شاء الله نوصلوا بخير، وملي نوصل غادي بقاو معايا، غادي نقول لكم اي حاجه وقعت. يلا خوتي بقاو معنا حتى اللقطه الاخيره. السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم. المهم انا وصلت الخميسات، انا تنتواجد في حدا السجن، راني في اللور الحيط. لحقاش ما نقدرش نصور لكم الباب وداك الشيء لان ممنوع التسجيل وداك الشيء حدا الباب. المهم حنا حدا انتم كتشوفوا في الخميسات الناس اللي كتبقى تهضر وتيقولوا راه مالك ما كتمشيش عند راجلها، بركه ومن الهضره والكذوب وهادي. انا اصلا علاش كنتواجد في المغرب؟ علاش ومخليه ولادي وهادي؟ علاش كنتواجد هنا؟ واش نتواجد باغا نحوص؟ انا اصلا محوصت، ما تبحرت، ما حتى شي وزه. تنتواجد هنا في المغرب على ود راجلي باش نوقف مع راجلي ونشوفه. انا ما مشيت جوج سيمانات. علاش اخوتي ما مشيت جوج سيمانات؟ لان النزار عنده زياره كل اثنين، عندي زياره معاه. دونك جوج تنينات كان تنين الاول كان عيد، العيد الثاني كان عيد الشباب. هذا الشيء علاش ما كانتش الزياره. دونك الناس اللي باغا تهضر وكتحل فمها وهذه ما تبقاوش تسمعوا ليهم اخوتي، لان كيقولوا شي هضره ما كايناش. واون بليز زادوا الهضره بزاف، مالك راه ما قدرتش تمشي لايطاليا، مالك راه ما عندهاش باش تركب، مالك راه ما صايباش باش تركب. واش نتوما حماقيتو؟ اصلا انا كاع نفترض ما لقيتش باش نركب، على الاقل غنبيع هاد السنسله راه ساويه مليون وشي حاجه. اوكي هذه لا تقودت عليا، ولكن انا الحمد لله راني ماشي مقطعه كاع، ما يكونش عندي، راه عندي عائلتي نقدر، واي واحد ملتج تحتاج. دونك بلا ما تبقاوش تحلوا فوامكم، انا راه ما نوصلش معاكم لهذاك النيفو، لا غنجي نسعاكم ولا شي حاجه، باسكو عندي النفس ديالي وعندي كرامتي. نقدر نقولها الناس العزاز اللي بنات الخير وهذه، وكنا كنتعرضوا بعض المرات تنحتاجوا هذاك الشيء وتنتسلفي من عند الناس اللي مزيانه. ماشي انا نطلع عندكم نسعاكم، انا عارفه لمن غنقول لحتاجيش، عارفه لمن غنقولها، وعارفه شكون اللي غنقصد. واون بليس الحمد لله. اوكي المهم خوتي، هذاك الكذوب وهذاك التلفيق التهم وهذاك الشيء، تنتمنى انكم تعياو من هذاك الشيء، تنتمنى جيسبيغ تنشوفكم ما كتعياوش من الكذوب وتلفيق التهم وتتقولوا شي حوايج ما كاينينش. دونك دبر راسكم، كل واحد دبر راسه. انا واحد الانسان اللي ما نقدرش نقول شي كلمه ما كايناش ابدا، ما نقدرش، تنخاف من الله. واخا متبرجه كنخاف من الله، كنخاف نقول شي واحد نحط عليه شي باطل، لان باش نطلع انا لايف ولا نطلع عادي، الله ينعلبو تطلع اللايف، باش نطلع اللايف انا اش غيعطيني اللايف؟ باش نحط على انسان كذبه، ولا غادي نشهر بانسان، ولا غنقذف انسان، اش غيطلعني انا؟ اصلا ما عندي ما يطلعني. حار اليوتيوب والفيديوهات ديال اليوتيوب وما بقاش التفاعل عليهم، وما بقينا ما بقاش بنادم كيصور عليهم شي فلوس اللي على بال، باقي انا غنطلع باش نطلع اللايف. اش غيطلع ليا؟ اش غيطلعني من تطلع اللايف؟ انا يطلعوا معايا غير ناس تيبغيوني وكيحبوني احسن ليا من ناس ما كتكرهك وتشوف لك بنظره خايبه وتعرفك بانك كذاب ولا كذابه. دونك انا ما كنحمش نقول شي كلام ما كاينش. اوكي ما نقدرش نحط دعايات كاذبه على الناس لاني كنخاف الله اولا. نقدر نقول لا بغي نقول شي حاجه نقولها فغي ولا نسكت. اوكي المهم خوتي، ماشي هذا هو موضوعنا. انا دابا راه باقا ليا 5 دقائق وغندخل ان شاء الله عند نزار. ملي نخرج غادي نقول لكم الحاله ديالو كيفاش دايره. والله تنقسم لكم جا دابا الدموع ديولي هابطين، يعني ما دار، ما بغيتهاش ليه. الله يفرج عليهم، الله يفرج عليهم كاملين، وان شاء الله تنتمنى الله يفرج عليهم، وتنتمنى ان الله غفور رحيم. ما عندي ما نقول، هذا هو قدر الله. المهم حنا اللي دارها القضاء راضين عليها، لان غنعرفوا داك الشيء اللي داروه راه
راه ما يمكنش غيديروا شي حاجه ما هياش القضاء، راه تيدير خدمته وحنا على راسنا وعينينا. وهذا الشيء اللي كاين خوتي، بقاو معايا حتى لاخر فيديو ملي غنخرج مع نزار غنقول لكم الحاله ديالو واشنو كاين والجديد. تنموت عليكم، ميرسي بوكو خوتي. المهم كما تشوفوا احنا في مدينه الخميسات، باقين يلا غنخرجوا غنشدوا الطريق. المهم راني دخلت عند نزار، شفتو نزار لبس عليه، ولكن راكم عارفين بان الحبس يبقى لي الحبس. المهم دخلت عندو هضرنا وهداك الشيء، كانت اليوم زياره بزاف الناس، حضرت انا وياه، ما كان شويه ضارب. المهم خوتي اش غنقول لكم، نلبي واحد النداء الناس اللي كيبقاو يطلعوا معايا في اللايف، ما يبقاوش يطلعوا معايا وما يبقاوش يديو عليا، حقاش نزار ما تيعجبوش حال ان نطلع مع الناس في اللايفات وهداك الشيء. تتوصلوا الخبر ما عرفتش. المهم انا ماشي كاسيون توصلوا ولا ما توصلوش، يعني تنطلع ببراءة ديالي عادي، تنطلع مع الناس عادي في الكاز، تيطلعوني تنطلع معاهم عادي، باني فيونسور فيونسوز ولا فيونسور ولا الله اعلم. المهم تنطلع مع الناس عادية، ما تنقصد فيها حتى شي حاجة، ولكن هو ما عجبوش الحال، دار فيا وداك الشيء، قال لي علاش كطلعي، علاش تادي، علاش هادي. المهم خاصمني، الله يرحم لكم الوالدين خوتي، ما تبقاوش تصيفطوا ليا، خليوني هانيه من هاد الناحيه، لان راجلي ما بغاني نطلع حتى مع شي حد في الكاست. المهم اش غنقول لكم، هضرنا تكلمنا في بزاف د الحوايج هادي هادي. المهم ما عندي ما نقول لكم، اي حاجه راه تبقى القرار ديالو، هو اللي كيديسيدي اي حاجه، قرار تيبقى ديالو في اي حاجه، ما تيبقى ديال حتى شي واحد. دونك اش غنطلبوا منهم، الله يفرج عليهم. حتى نزار في لوكا ديال قلت له راني قربت ان شاء الله نمشي لايطاليا باش نستابيلي ولدي، لحقاش المدرسه قربت وحنا كنعرفوا بان راه تقريبا قربنا ندخلو لسبتمبر، والدراري كيدخلوا يقراو في سبتمبر. دونك خص عندي ولدي، خصني نستقرو، نخليه مستقر في قرايتو، خصني نقاد ليه، نشري ليه كتب ديالو، نقاد ليه مسائل ديالو، عاد باش ان شاء الله نرجع ملي نخليه مقاد وكلشي، هذيك الساعه نرجع ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. الماكس ديالي راه درتو كزوجة، جيت ما بطلت تشي جل تشي زيارة، زيارات الجوج اللي بطلنا راه تاع عائلتو ما جاوش فيهم، علاش؟ لان كان عيد، كانت اعياد، هادشي علاش ما جيناش، ماشي حيت ما بغيناش نجيو، باسكو كانوا اعياد، اثنين جوج تنينات كانوا اعياد، هادشي علاش ما جيناش. مي زيارات كاملين حضرنا اليوم الحمد لله. المهم خديت حوايج، شريت لي حوايج دخلتهم لي شي حاجه اللي لبس تقريبا صيفيين اللي خصنا نديروه راه حنا درناه. المهم هو ملي سمعني غاديه قلت له راه قربت نمشي باسكو خصني ولدي نستابيلي، خصني نقادو في المدرسه ديالو، نقاد لي امورو عاد باش نرجع شويه طلع لي الدم، لان مولفتي عيط ليا في التليفون، يعني تيتوانس تيشوف لي في السيارات، هذا تيخليه عاوتاني ربما المورال ديالو يطلع كزوجه. ولكن ما عندي ما ندير، لان راه ما عندي ما ندير، جهد اكثر من جهدي، ضروري خصني نمشي، لان تا ولدي خصني نستابيلي ونقادو، نقاد لي قرايتو، وان شاء الله ديك نقاد كل شيء ان شاء الله نرجع عندو. انا معيني لهنا، معيني لهنا، معيني لهنا، غالب الله. الانسان هو اللي خصو يقدر شي حوايج،
الانسان هو اللي خصو يقدر بزاف د الحوايج، باغفوا ما كنقدروش شي حوايج، ولكن معليش انا ما كنحاسب حتى شي واحد، حقاش كل واحد وظروفه، كل واحد واي حاجه تيديرها راه تيديرها عن ظروف. اش غنقول لكم خوتي، المهم حنا راه شادين الطريق، غادي راجع في حالتي ان شاء الله الى كتاب. الزياره الجايه راه غادي نجي، ما كتابش راه غادي نمشي لتم نقاد امور الدري ولدي، وان شاء الله راه غادي نرجع، ما غاديش نطول، غادي نرجع، لاني انا عارفه ان هو كيفرح ملي تيشوفني و المورال ديالو كيطلع. هذا مكان وتنتمناو الفرج، تنتمنى الفرج العاجل، لان اش غنقول لكم شي حوايج تيضروا في الخاطر بزاف بزاف بزاف. المهم هو راه في صحته جيده، ماشي جيده جيده، مي عادي نورمال تيعيش وصافي. تنتمناو ان شاء الله في اقرب وقت يكون الفرج. والحاجه الوحيده اللي غنقول لكم الدعوة مع خوتي كاملين، راني بلغت السلام ديالكم ليك، اللي راه تيتسلموا عليك جميع صحاب السوشيال ميديا ولي فان ديالك، كلهم تيتسولوا عليك مساكن ديما، والمهم راه حتى هو تيسلم عليكم كاملين. وان شاء الله نشوفوا في اقرب وقت في ساحه السوشيال ميديا. واش غنقول لكم؟ الله يفرج، الله يفرج على كل مسلم. هادشي ما كاين خوتي. الجلسه الجايه ان شاء الله في سبتمبر، تنتمناو يا ربي يكون شي حكم زوين وشي فرج، يكون فرج ولا حكم زوين. انا راه ملي تنشوفو ترجع ديموراليزي، تندوز مده بعيده عاد باش نحاول ثاني ننسى ونتاقلم مع الجو. ملي تنجي نزورو تدوز عليا سيمانه كحله، دونك تنديموراليزا نفسانيا. فوالا، ما عندنا ما نديرو، هذه هي الحياه، ما عندنا ما نديرو، الجهد جهد الله. فوالا هادشي اللي كاين، وتنتمنى الدعوات ديالكم. الى دعا 40 واحد تيقول لك راه ربي تيسمع دعوه الناس. واش غنقول لكم؟ ما عندي ما نقول لكم شي حاجه اكثر، هو ربي خير، ولكن راه تيبقى ديما في الحبس، يعني عديم الحريه. هذا هو لامبورطون في الحياه، هي الحريه. فوالا، اش غنقول لكم؟ انا باغفوا ما تصيبيش ما تقولي، باغفوا ما جهد اكثر من جهدك. انا جيت الوسط ما بين راجلي، ما بين ولادي، ما بين ما عرفتش ولدي خصني نستابيلي، قربت المدرسه، معيني راجلي، معيني ولدي، الي والوتور، الطياره ماشي قريبه، انا ماشي في المغرب، تاتيجي قديمه المغرب، ولو نكون ما عرفت فين سميت. ولكن المشكل اني بعيده بزاف، ولكن تنحاول نستابيلي هنا ونستابيلي هنا ونستابيلي، ونخلي الخواطر كلهم زوينين. المهم خوتي تنشكركم بزاف، بيزو، وان شاء الله يكون خير، وتنتمنوا الخير، وتنشكركم بزاف، ميرسي بوكو.